مشاركات متنوعة لفرق تونسية وعربية أثثت الدور الثامن لمهرجان الحامة الدولي الذي ساهم في إثراء المشهد الثقافي والسياحي بالجهة. الدورة الثامنة دورة ثرية وغنية، مشاركات من 5 دول عربية، المعرض كان دولي بأتم معنى كلمة. في المهرجان هذا الافتتاح الجماهيري فيه الفرق المشاركة، فيه ملحمة اللي كما تعودنا من إنتاج المهرجان، فيه للأطفال نصيب، فيه للشباب عروض الراب، فيه عروض فنية لمن نهدي نمدح الأقطاب 24 عطر، وفيه التراث والتراث المادي. السياحة الداخلية تنتعش جدا الأيام هذه بفضل العديد من التظاهرات اللي تنتظم في ولاية قابس، والتظاهرات هذه عندها دور كبير ياسر معناها في جلب عدد كبير من السياح سواء كان من داخل ولا خارج الوطن، وكذلك هي امتداد معناها للسياحة الثقافية. آلاف الجماهير المتعطشة تابعت عرض الملحمة الذي يعد الطبق الرئيسي للمهرجان وقد نال استحسان الجماهير الحاضرة. مشاركة باهية، يعطيكم الصحة، أجواء سمحة، مرحبا بكم. تنقصها برشا حاجات، برشا اهتمام خاصة المسرح. شو شباب مش لاقي معناتها جرى، مش لاقي متخرج ومش لاقي معناتها الفاعلية، شكون يفعل؟ الفرقة دولات الساوي. ويرى المتابعون أن المهرجان تطور في السنوات الأخيرة، بينما تطالب الجماهير بعروض دولية كباقي المهرجانات الكبرى.